أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري.